جدار في فلسطين، كتاب تعرضه دار النشر المجلة الحر في الصالون الدولي للكتاب بعد ترجمته لأول مرة إلى العربية، هو عبارة عن تحقيق صحفي ألفه الصحفي روينيه باكمان على أن يهدي إلى السفارة أو يهدى إلى السفارة الفلسطينية ويوزع في الأراضي المحتلة. وليد بهراوي رصد التالي. هذا جدار في فلسطين، لوريجين تاعو سي امور ان باليستين، هو خرج باللغه الفرنسيه، ترجمه بالانجليزيه، ترجمه بالاسبانيه، ترجمه ان بليزيور لانغ ميم ان بورتوغي، راح لي زيتازوني، الى في لو تور دو موند، بصح اللغه العربيه ما تمتش الترجمه تاعو. تم اللقاء مع لوتور روني باكمان اللي راهو دركا كرونيكور في ميديا بارت في المغرب دي ليفغ ا باري، ودار النشر منشورات المجال الحر اقتنات شرات هاد الحقوق من لا ميزون فاير، وتمت الترجمه نتاعو لهنا. والاهم من هذا هو انه احنا عملنا مع السفاره تاع فلسطين باش يوصل، حنمدوا لهم نهدروا لهم اهداء تاع 500 نسخه باش يدوها لفلسطين، باش يوصل لرام الله، يوصل لغزه، اون اسبير ان شاء الله يوصل لفلسطين.